خلاص يعني زمان اتنين حبيبي يا عمي تبع الدخل لف كده كمان انت الرواية ديت السلام عليكم متابعي وحبايبي متابعين قناة العالمي طبعا زي ما تعودنا قبل ما نتكلم في اي حاجة عاوزين نصلي على النبي عشان ربنا يرزقنا ويرزقكم بعد كده بقى نتكلم عن السوق والكلام ده يا جدعان سوق جمعة او سوق السيدة عائشة ما بيبيعش كلاب بس او ما بيبيعش حيوانات بس بيبيع كل هو اي حاجة انت محتاجها هتلاقيها في قلب السوق بمعنى يعني هتلاقي مثلا هدوم وهتلاقي كاوتشات هتلاقي حاجات موبيليا هتلاقي مثلا انترهات هتلاقي حزمة كل ما انت شايف بط خرفان الكلام ده وكل حاجة هتلاقي في سوق الجمعة هتلاقي منها القديم وهتلاقي منها الجديد فسوق الجمعة مش مرتبط بس بحيوانات او بالكلام ده لا سوق الجمعة مرتبط بحاجات كتير قوي عشان في ناس بيتكلمني بتقول لي هو سوق الجمعة بس انت بتصورش فيه الاكلام لا في كل حاجة في تعابين ونسانيس وصقور بيوت يعني قديمة يا جدعان زي ما انتم شايفين بيوت مستورة ده عمره قد ايه الدكر ده؟ سنتين ومعاه الرخصة بتاعته ورق بتاعه بتتكلم في كام؟ ستة نهاية ولا في كلام تاني؟ خمسة نهاية حبيبي كم رقم التليفون؟ 03 وحيد 56 2 57 43 حبيبي علمي عادي يلا عمرها تاني تاني عمرها تاني سنة وشهرين حبيبي طعامة او معاها حاجة ولا بالطعامة او معاها حاجة؟ مش عارف الام بتاعتها بتتكلم في كام؟ بتتكلم في كام؟ ثلاثة فايدة ولا في كلام تاني؟ 3000 فايدة كم رقم التليفون؟ ايه؟ كم رقم التليفون؟ 03 وحيد 06 98 37 حبيبي عالمي قالوا بقى يلا لما كنت شغال خلاص يعني زي ما انتم شايفين قوم يا جدعان دول قص مع بعضه شوية ده عمره قد ايه يا اخويا الدكر ده؟ سنة وثمان شهور متطعم او معاه حاجة ولا؟ معهوش ورق بتتكلم في كام؟ 5000 مش كتير؟ ايه كلام تاني عن البيع والشراء حبيبي كم رقم التليفون؟ 011 262 50 878 حبيبي يا علمي قفا كده يا جايبه برضه اه شغاله برضك ولا على قدها؟ لا بتشتغل شويه بس انا مش بحب اشتغل الله يكرمك أربع شهور بتتكلم في كام؟ 2.5 2.5 فايدة ولا في كلام تاني؟ كلام بسيط يعني ده كلام بسيط عن التنفيذ يعني اه حبيبي كم رقم التليفون؟ 012 0 423 427 48 حبيبي يا علمي ايفو عمرها قد ايه يا اخويا؟ عمرها قد ايه؟ 3 سنين يعني كده متطعمه ومعاه الشغلات بتاعتها كل حاجه ولا فاضيه؟ فاضيه ومعاش اي حاجه بس المتاع ده انا بطعمه وعيله صغيره يعني اه يعني خدت طعمتها عادي كده بس من غير دفتر صح كده؟ اه بتتكلم في كام؟ بتتكلم في 4000 جنيه يعني 4000 وفي فايده ثانيه عند التنفيذ صح كده؟
حبيبي. كم رقم التليفون؟ 012 06 80 94 05. حبيبي علم. عمره قد ايه الفخر ده؟ 9 شهور. متطعم معاه حاجه ولا فاضي؟ كل حاجه معاه؟ بسم الله ما شاء الله. بيتكلم في كام يا اخويا؟ بيتكلم في كام؟ 3.5. فايده ولا في كلام تاني؟ فايده؟ كم رقم التليفون؟ كم رقم التليفون؟ معاك تليفون؟ حبيبي. ايه؟ حبيبي يا صاحبي. لف كده كمان انت الواد ديت. انت عمرها قد ايه النتايه ديت؟ شهرين. هما انتهيتين ولا انتهوا ذكر؟ انتهيتين. عاملين كام النتايه؟ الواحدة عاملة 800 جنيه. 800؟ فايدة ولا في كلام تاني؟ فايدة؟ خدوا أول تطعيم ولا ما تطعموش؟ ما تطعموش لسه. كام رقم التليفون؟ 011 42 16 42 70. حبيبي يا علامة. رجع عنده سنة شهر؟ عامل 4000 جنيه. متطعم معاه حاجة ولا؟ لا متطعم، واخد سماني مع الشهادة. سماني والشهادة بتاعته. ده طبعا بحر كل مرة تصوره. هادي أوي، هادي أوي النهاردة. النهاردة هادي عشان هو عمال الصبح بس. بيبقى كريم بجنوان. بيبقى فرنساوي اللي تحت الدخل اللي فوق الاحمر عامل 1100 واللي تحت عامل 1500. الدخل دوت عامل 1100. ده عمره قد ايه قلنا سنه؟ اللي فوق 10 شهور واللي تحت 7 شهور. 10 شهور. ده عامل كام اللي تحت ده شريف؟ عامل كام اللي تحت ده؟ عامل 1100. ده عامل 1100. كم رقم التليفون يا شريف؟ 11 41 85 11 50. حبيبي يا شريف. ما شاء الله. ده عمره قد ايه الجرو دوت؟ 7 شهور. متطعم او معاه حاجه؟ متطعم او معاه حاجه؟ مش عارف. كل ده طلعته من الدفتر. بيتكلم في كام؟ 100 نهائي ولا في كلام تاني؟ نهائي. كام رقم التليفون؟ 011 42 16 0077. حبيبي يا علامة. بص لك على الأرض. ده عمرها قد ايه تاني؟ 7 شهور. بتطعمها ومعاها حاجة؟ كل حاجة بالدفتر بتاعها موجود. بتتكلم في كام؟ 3000 جنيه. مش هتجيب ال 3000 خالص. كم رقم التليفون؟ 011 29 20 66 22. حبيبي يا علامة. ده عمره قد ايه صاحب الدكر ده؟ سنة ونص. حبيبي
متطعم مع حاجه ولا تطعمته بس من غير دفتر صح كده؟ تتكلم في كام؟ 8 فايده ولا في كلام تاني؟ في كلام عن التنفيذ حبيبي. كام رقم التليفون؟ 010 99 388 642 حبيبي يا عمي. تبعك الدكر ده برضك ولا انتيا؟ ده عمرها تاني تاني 3 سنين طبعا بقى متطعمه اكيد والكلام ده ولا ما فيهاش حاجه فاضي. بتتكلم في كام؟ بتتكلم في كام؟ 3. هو نفس الرقم ولا في رقم تاني؟ هو ده نفس الرقم حبيبي يا عمي.